آمن زايد بأن الإرادة هي من تصنع المعجزات، وأن النجاح لا يحقق بالأمنيات، وأن طموح الشباب اللامحدود هو الوقود الذي يساعد الأمم على الوصول إلى غاياتها. نعم، إذا لم تحاول أن تفعل شيئا أبعد مما قد أتقنت فإنك لن تتقدم أبدا. فكان الفضاء طموح زايد، فحقق أبناء الإمارات هذا الطموح.